بعدما ضربنا إطلال على المركز الديني بهاء الدين النقشبندي ببخارى الرائعة جدا في نفس المدينة، سنذهب بكم بعد قليل إلى يعني من درس في مدرسة هذا بهاء الدين النقشبندي. درس في مدرسة الكليان، منارة العلم والإيمان، هنا في بخارى. يعني الأسرة المسلمة الأولى التي دخلت أو أدخلت الإسلام إلى بخارى وأسلم على يديها وتعلم الدين هذا الشيخ بهاء الدين النقشبندي. سنعرفكم وسنذهب بكم إلى مكان وضريح إسماعيل السماني، أحد أمراء مدينة بخارى. نحن نعرفكم بهذه التواريخ وبهذه الأماكن حتى تأخذوا العبرة فقط في الناس اللي تخدم يا جماعة، الناس اللي تخدم بلادها يا جماعة. مش الأمر في أنه ضريح، ضريح هو إمام توفي فوضعوا يعني قبره في قبره، ولكن بمحاذاة القبر يا جماعة جنة فوق الأرض، مكتبة ومدرسة القرآن الكريم وأكبر المساجد في بخارى وغيرها. عبرة لكم يا جماعة، لازم نخدموا بلادنا كما خدموا هذو بلادهم يا جماعة.